حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرنا حجاج عن حسين بن الحارث الجدلي قال خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا أني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأن تشكوا لها فإن غم عليكم فأتموا 30 وإن شهد شهيدان مسلمان فصوموا وأفطروا.